بونجور بونجور. شو ليش بعدك بالبيت؟ ما في مدرسة اليوم؟ مالا راسي عم وجعني وحس حالي ماني قادر انزل. شادي السنة عندك تقديم رسمي. هلا ما تبلشت صفق نظريات. ايه مدري مين فينا الشاطر بصفق النظريات. كيف كان العشاء امبارح؟ عادي، يوسف شاب كتير منيح. بعرف وانا كتير بحبه. ما عدت عرفت شي عن عمر؟ شو بكي؟ ما قلنا شي بيستاهل التطليعة. هي اخر مرة بتفتح معي هالموضوع، بليز شادي. اوكي بس ما بدها هالقد. بلا بدها. حقي اسأل، انا خيك. عمر اختفى نهائيا من حياتي. بس عمر من يومين. كفي. لا لا ولا شي. شو بتعرف عنه؟ شو صار من يومين؟ قلت لك ولا شي. روحي على جماعتك اختي، روحي. بتخيل رح يكون علان خرافي. مش لهالدرجة، يمكن لو اشتغل الأستاذ آدم كان طلع خرافي. بس ليكو كم واحد عم يشتغل وديكورات وكاميرات وإضاءة وعالم، بده يطلع شيء مش طبيعي، عن جد. عفوا، ليه عم تضحك وقلت شيء غلط؟ جديد أنت على الشغل، ما هيك؟ نعم. هيدي هي، بكره هالشيء اللي عم تشوفه خرافي رح يصير بالنسبة لك شيء عادي. عمر. لازم نشرب، هلا برجع. تعرف تسوق سيارة؟ أكيد طبعاً. كتير منيح. الكوافير اللي بيعمل لبطلة الإعلان شعرها تعطلت سيارته، بليز بدي إياك تروح تجيبه. أكيد، بس هو وين هلا؟ نزل أجل للديب مش عارفة. خذ السيارة من شباب الإنتاج وأنا برجع ببعث لك رقمه واتساب. أوكي، يا. وين كانت الشركة وين صارت؟ يا عيب الشوم! شو بك قلي صوتك لبرا؟ طلعي قديش صار لي ناطرة، والكوافير بعد ما شرف! الكوافير اتصل بمدير الإنتاج وقال له إنه سيارته معطلة، ونزل عمر يجيبه. ومين هيدا الزفت التاني؟ عمر اللي بيشتغل معنا، بدك تروقي شوي، أوكي أليس؟ خلي احنا نجيب القهوة. ايه بأمرك نجمتنا. ايه عمر؟ عم بزعجك، انا انطلقت، بس سوري ما بعتي لي رقمه للزلمه. التهيت وراح عن بالي عمر، سكر رح ابعث لك الرقم. اوكي. الله يمضي هالنهار على خير. المخرج عم يسأل إذا مدام أليس صارت جاهزة. بدها شوية وقت لأنه صار في مشكلة وعم تنحل. نعي، عنا مشكلة جديدة. لا بليز، ما بقى بدي أسمع هالكلمة اليوم. بعرف بس مضطرة أخبرك. شو في؟ أليس بدها تنسحب من التصوير وقال شوفها موديل غيرها. شو؟ لا أكيد جنت. ست أليس لو سمحتي، هيك بتكون عم تفوت الشركة بمشاكل كبيرة. ما دخلك. بس يا ست هيك عن جد عم تأذينا. قلت لك ما دخلك. أنا بعرف كثير منيح شو عم بعمل. شو هيدا اللي عم تعمليه؟ ناي، إذا بدك نضل أصحاب اطلع من الموضوع، أوكي؟ لا مش أوكي أبداً، اللي عم تعمليه مصيبة كبيرة أليس. مصيبة على مين حياتي؟ علي؟ على الشركة بالدرجة الأولى. الشركة يعني آدم، صح؟ أكيد. حلو كتير. إذا خايفة على آدم من الخسارة اتصلي فيه وبلغيه تفضل يشرف يدير الشغل ويصور الإعلان، ساعتها ببقى وبكمل. غير هيك ما عندي حكي. بليز تركونا لحالنا. أوكي.
أليس، أنت شو بدك بالضبط؟ اللي بدي إياه قلتلك إياه ومش رح يدو مرتين. تعال البين. وإذا قلتلك إني مش موافقة ومش رح دق لآدم، شو رح تعملي؟ رح دب أغراضي وأمشي. على راحتك، بس يا أليس إذا عملتيها أنا رح خبر المعلن، ولما المعلن يعرف رح يوافق نجيب بنت غيرك، وألف ماضي بتتمنى تكون هون محلك. وبحب ذكرك إنك ماضي عقد، وبالعقد في بند جزائي. عم تهدديني؟ كرمال صورتك أنا طلعت المساعدين لبرا، وعم بحكي من نايلة أليس. إذا عملت اللي براسك وفليتي رح أعمل اللي قلته، وإذا بقيتي رح يبقى الحكي هون ومش رح يطلع لبرا. شغلك مع آدم غيرك كتير. ما حدا بيضل على حاله، واللي عندي قلته. ويا ريت قرارك تاخديه بسرعه.